السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة اسم العظيم، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن جرير رحمه الله: العظيم الذي يعظمه خلقه ويرجونه ويخافون منه. وهو جل وعلا عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في ذاته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أيها الإخوة الأفاضل، ومن عظمته سبحانه أنه مالك العالم العلوي والسفلي، فهما في قبضته وتحت مشيئته، وفيهما أو فيهما أحكامه أو تمضي عليهما أحكامه القدرية والدينية بحسب حكمته سبحانه. ومن عظمته جل وعلا أن الأرض وما فيها من أنهار وبحار وأشجار وأودية كلها في قبضته يوم القيامة، وكذلك السماوات على اتساعها وارتفاعها كلها تكون في قبضته. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى: ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكترثه ولا يصعب عليه حفظ السماوات والأرض، بل هذا الأمر سهل يسير عليه. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله تعالى سماواته وأراضيه بيديه يوم القيامة ويقول: أنا الملك أنا الله، أنا الملك أنا الله. قال عبد الله بن عمر: فنظرت إلى أسفل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أهو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن عظمته سبحانه أن كرسيه وسع السماوات والأرض. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، أخرجه الذهبي في كتاب العلو. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث وإن كان موقوفاً على ابن عباس فله حكم الرفع، فإذا كان الكرسي موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض وما فيهما، فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي، بل كيف برب العالمين سبحانه. ومن عظمته جل وعلا أن الأبصار تراه ولا تدركه. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالمؤمنين وإن كانوا يرونه سبحانه في الآخرة فإنهم لا يحيطون به، وكذلك لا أحد يستطيع أن يثني عليه سبحانه بما هو أهل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن المؤمن إذا علم أن الله تعالى عظيم في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته، عظم ربه جل وعلا وخاف منه ورجاه. وكلما كان المؤمن أشد، وكلما كان المؤمن أعرف بالله عز وجل، كان أشد تعظيما له سبحانه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا وقر تعظيم الله تعالى في قلب المؤمن أبعد الله جل أو قذف الله تعالى في قلوب خلقه المهابة له فلا يذلوه. ولذلك الله جل وعلا عنف وقال عمن لم يقدره حق قدره: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه ولا تعرفونه حق معرفته سبحانه. ومن تعظيم الله جل وعلا تعظيم شعائره كالصلاة والصيام والحج وسائر العبادات. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله جل وعلا تعظيم أوامره ونواهيه وحدوده سبحانه. ومن أعظم أو أعظم ما نهى الله جل وعلا عن الشرك به سبحانه، وأعظم ما أمر الله تعالى به إفراده بالعبادة. ومن تعظيم الله جل وعلا تعظيم كل ما عظمه الله جل وعلا من أماكن أو أزمنة أو عبادات، فما عظمه الله جل وعلا كان على المؤمن أن يعظمه. ومن تعظيم الله جل وعلا كذلك عدم احتقار الذنب وإن كان صغيرا، فينظر المؤمن إلى عظمة الله جل وعلا ولا ينظر إلى صغر المعصية، كما قال الأوزاعي رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. من عصيت؟ جبار السماوات والأرض. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أعظم الناس أو من أكثر الناس تعظيما لله تعالى. يقول أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري لبعض التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومن تعظيم الله جل وعلا أن ينظر المؤمن إلى حسناته إلى أنها يسيرة بسيطة في حق الله تعالى، وما ينبغي له من العبودية ومن تقديره جل وعلا حق قدره، وهو سبحانه المنعم المتفضل على عباده. وكلما استكثر المؤمن من الحسنات كلما استقلها ونظر إليه ونظر إليها في نفسه أنها صغيرة، لأنه تفتح له أبواب المعرفة بالله جل وعلا، ويرى أن ما قدمه في حق الله تعالى قليل جدا. ولذلك يقول محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه: لو أن رجلا منذ أن ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله تعالى لحقر ذلك يوم القيامة، ولتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فيزداد من الأجر والثواب. ثانيا، من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسبح ربه بهذا الاسم. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. روى أبو داود في سنن من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله من فضله، ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ بالله، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وروى مسلم في صحيحه
معيت ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمجد ربه ويقدسه بهذا الاسم العظيم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه كرب أو شدة دعا ربه بهذا الاسم. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حيث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثالثاً أو رابعاً، يشرع للمسلم أن يدعو ربه فيقول: يا عظيم اغفر لي وارحمني وارزقني الفردوس الأعلى، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه لعبده. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. خامساً، أن العظيم سبحانه لا يبقي أحداً من أهل التوحيد ممن يقول لا إله إلا الله مخلداً في نار جهنم. ففي الصحيحين من حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، أي أنه يخرجه من النار ولا يمكث مخلداً فيها، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، وعزتي وجبريائي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.